جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي يحتفل بتخرج الدورة الأساسية الاستثنائية للضباط الرقم 7. حقيقة اليوم احنا حضرنا احتفالية تخرج دورة الضباط الأساسية الاستثنائية لصنف الإعلام والتوجيه المعنوي. أتقدم بالشكر الجزيل للسيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم على دعمهم الكبير لمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي. حقيقة الدورة أخذوا الكثير من الدروس في مجالات متعددة، في مجال الصحافة، الإعلام، تحرير الخبر، مواقع التواصل الاجتماعي، الحرب النفسية، الشائعات. أيضا هذه الدورة تمكننا من عقد تفاهمات مع جامعات عراقية عريقة في كلية الإعلام والصحافة، وكان هناك مدرسين يلقون محاضرات على الطلاب المتخرجين. أتمنى من الله سبحانه وتعالى الموفقية والنجاح لطلاب الدورة الأساسية، و سيكونون إن شاء الله عون للمؤسسة العسكرية في مجال الإعلام العسكري بنقل الصورة الحقيقية عن المؤسسة العسكرية وعن الجيش العراقي إن شاء الله. يحتفل جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي اليوم بتخرج دورة الضباط الأساسية الاستثنائية الرقم 7، وذلك لرفد وحدات الجيش العراقي بضباط إعلام، حيث تلقوا أثناء الدورة دروس في الإعلام والتوجيه المعنوي والخبر وكتابة الخبر والصحافة والإشاعة ومكافحة الإشاعة. احتفل جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي بتخرج الدورة الاستثنائية الأساسية للضباط الرقم 7. شارك في هذه الدورة عدد من الضباط خريجي الدورة التأهيلية 86. تم خلال هذه الدورة إعطاء مواد للطلبة تتضمن الإعلام والتوجيه المعنوي والحرب النفسية والقيادة، وبمشاركة عدد من الأساتذة في الجامعات العراقية. تم اليوم انتهاء الدورة الاستثنائية رقم 7 للضباط دورة الإعلام والتوجيه المعنوي، حيث تلقينا فيه عدد من المحاضرات التي تخص الإعلام والتوجيه المعنوي والإشاعة والحرب النفسية والتصوير. جهود مستمرة لجناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي في صقل المهارات الإضافية للمقاتلين من خلال إقامة الدورات المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية. الملازم مروى إسماعيل، إعلام وزارة الدفاع.